إنجاز يتلوه إنجاز هنا في الجبهة الشرقية لمدينة تعز. فرض الجيش الوطني سيطرته الكاملة على التشريفات ودخل مدرسة الضباط ويشك على استعادة مدرسة محمد علي عثمان الخاصة. بعون من الله وفضل تم تطهير التشريفات بالكامل، والآن نحن في صدد الدخول إلى محمد علي عثمان، عازمون على تطهير كل بقعة. سنطهر البلاد والعباد من هذه الجرثومة الخبيثة من الحوثة والمتحوثين ومن عفاس. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش عملياته لاستيصال ما تبقى من عناصر متحصنة داخل المبنى الرئيسي للقصر الجمهوري. للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين يزور قائد محور تعز هذه الجبهة لتعزيز الروح المعنوية للمقاتلين، وليؤكد أن العملية التي تدور في هذه الجبهة تحظى بدعم كبير من رئاسة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة. حقيقة اليوم ونحن نشاهد المواقف البطولية للشباب لأفراد الكتيبة الأولى والكتيبة الثانية، وهم يعملون على تصفية بقايا الجيوب في قصر التشريفات، وهم الآن دخلوا في مدرسة الضباط الموجودة في التشريفات ومحاصرين من أعلى على مدرسة محمد علي عثمان، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل شجاعة وبسالة الأبطال وهمتهم العالية وانهزام روح الانهزامية للعدو. الجيش يخوض كذلك عمليات متزامنة في محيط القصر من الجهة الشمالية، حيث سيطر على مستشفى الحمد والمباني المجاورة له في فرزة صنعاء لسيارة الأجرة، والتي كان يسيطر عليها قناصة تابعين لميليشيا المخلوع صالح والحوثي. الخطوة التالية للجيش هي السيطرة على معسكر قوات الأمن الخاصة الأمن المركزي سابقا، والذي سبق للجيش والمقاومة مهاجمته مرات عدة، لكن سيطرة الإنقلابيين على القصر والتشريفات كانت تمنع المقاتلين من إحكام السيطرة عليه. وفي الريف الغربي والجنوبي لمحافظة تعز تعد الجيش والمقاومة سيطرته على جبل الشرق بمنطقة جرداد في عزلة بني عمر، واستهدفت مدفعيته مواقع الميليشيا في قرية الصيار بمديرية الصلوة. المعارك أدت إلى سقوط 7 على الأقل من عناصر الميليشيا وإصابة 3 من أفراد الجيش جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في عزلة بني عمر. تعز على موعد مع نصر كبير في هذا الشهر في ضوء الوتيرة الحالية من الإنجازات التي يحققها الجيش، وعلى الأخص في أهم معاقل الميليشيا بشرق المدينة.